معكم بلقاءاتنا الأسبوعية المعتادة. بنحب دائما بس نذكر تذكرة سريعة، نحن ماشيين بسلسلة من اللقاءات سميناها لقاءات التعاون والانفتاح في كل مكان، عم نحاول نحكي عن ظواهر التعاون والأوبن سورس المصدر المفتوح بكل مجالات. طبعا بالأسابيع الماضية كثير حكينا كثير مفاهيم كيف نحن عم نقدر نشتغل خارج إطار المؤسسات، كيف الناس العادية عم تقدر تنافس الخبراء. حكينا بالمرة الماضية كيف إنه هالثورة هاي سويت ويكيبيديا ولينوكس انتقلت للعتاد، كيف صار عنا 3D printers والفاب لابس والأردوينو أهميتهم. اليوم إن شاء الله حنكون حيكون موعدنا مع دخول هاي أفكار كبيرة على مجال الطب والرعاية الصحية. حيكون حيقدم لنا اليوم شخصين من كلية الطب، هن بلال شريف وجمال سطيف. مثل العادة بيكون ما حأفسد مفاجأة وجمال محاضرة. حيكون بداية مع بلال. أنا بلال الشريف من كلية الطب البشري. بداية حابب أسألكم سؤال، في حدا هون بيحكي هندي؟ في حدا؟ ولا أنا بس أعرف كلمة واحدة بالهندي هي ساندر. كلمة ساندر هي كلمة باللغة الهندية تعني جاذبية أو جذاب، وهذا المعنى هو المعنى العميق، المعنى الفعلي اللي لازم يكون للطب. وهي الكلمة رح تكون محور محاضرتنا اليوم. هلا قصتنا اليوم رح تبلش بشخص اسمه فيكرام باتيل. فيكرام باتيل هو طبيب نفسي من الهند، هندي، درس طب بشري بالهند واختص بمجال الطب النفسي، بعدين سافر على بريطانيا على لندن مشان يتدرب هناك. فخلال فترة تدريبه هو تدرب على أيدي خبراء بهالمجال، يعني خبراء ومختصين ومحترفين بهالمجال الطب النفسي. فهو عم يعني فهو قاعد فترة إقامته بلندن مقرأ هيك إحصاءات، وجد إنه الفارق الكبير بينه وبين بلده الأم اللي هي الهند، الفارق من حيث عدد الأطباء النفسيين والرعاية الصحية الموجودة بين هالبلدين، اللي بريطانيا طبعاً دولة متقدمة بينما الهند دولة نامية. فالرقم الرقم الفعلي لازم يكون الأطباء النفسيين بالهند لازم يكونوا 150,000 طبيب نفسي مقارنة بعدد سكان الهند. يعني إذا بدنا نساوي نسبة الأطباء اللي ببريطانيا، إذا بدنا نأخذ هالنسبة ونحولها لأنه بدنا نطبقها على الهند، لازم يكون عدد الأطباء النفسيين اللي بالهند هو 150,000، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة بتقول إنه في عنا 3,000 طبيب نفسي بس بالهند، يعني تقريباً إذا بنقسم 2% تقريباً يعني عن الرقم المتوقع. نقص 2% هو الرقم الحقيقي، يعني 90% اللي لازم احنا بدنا اياهم عشان نحقق هالكفايه بمجال الطب النفسي. فكان الزلمه ايجابي كثير وقال يعني شو انا عم ساوي هون ببريطانيا؟ لازم ارجع على بلدي واقوم بخطوه مشان سد هالثغره بهالمجال هذا. فكانت يعني الفكره اللي او التجربه اللي قام فيها كانت مو فكره عاديه، كان يعني انه حاول يحول هالتجربه هي يلي رح نشرحها هلا بسياق المحاضره. كانت انه ممكن اي واحد يظن انه هي تجربه عابره، ولكن هي التجربه بالحقيقه احدثت ثوره في عالم الطب النفسي كما رح نبين تباعا. هلا بدايه بس قبل ما نخوض بتجربه باتيل رح بس نعرج شوي قليلا عن الطب النفسي او معلومات وحقائق عن الطب النفسي. هلا خطورة الأمراض النفسية، أول شيء الطب النفسي طبعا هو اختصاص بعد الطب البشري، ممكن يكون 4 سنوات 5 سنوات طبيب ممكن يوصف دواء يشخص يعمل علاج يعالج. يعني هلا خطورة الأمراض النفسية النقطة الأولى هي إنه معظم المراجعين للعيادات المختلفة بالمجال الطبي بنلاقي نسبة 20-30% عيادات مختلفة سواء هضمية عصبية قلبية، 20-30% عم يكون سببها نفسي اكثر ما يكون هو سبب عضوي. النقطة الثانية هي يعني وهي رقم خطير جدا، يعني عم تبين منظمة الصحة العالمية WHO انه بحلول عام 2020 رح يكون عدد الناس رح يكون
مرض الاكتئاب كمرض، يعني نحكي اكتئاب، رح يكون رقم 2 بعد الامراض القلب والاوعيه من حيث العجز والتكاليف الماديه. فيعني قديش معناتها الموضوع خطير كثير انه الامراض النفسيه اللي عم تصيب الناس والمجتمع. هلا بس بدنا رح نعرض الفيديو، هلا بدنا نعرض الفيديو رح نتحدث عن التجربه اللي قام فيها هو، انه كيف مثلا هالثغره هي اللي موجوده، انه انا مثلا عندي بلد نامي في عندي ثغره كبيره كثير، انه عدد الاطباء قليل، فكيف انا بدي اتغلب على هالمشكله انه في عندي نقص بالكادر الطبي، كيف ممكن احقق انجاز يعني بهالمجال. رح نتابع مع بعض. بعد ما بينا خطورة الأمراض النفسية إنه 30% إلى 20% عم يكون معظم المراجعين لعيادات مختلفة عم بيراجعوا، هي بتكون صغيرة تعقيد نفسي وليس عضوي. كمان مرض الاكتئاب عام 2020 رح يكون رقم 2 بعد أمراض القلب والأوعية. فنحن لما بناخذ نحن مثلا هو ذكر تجربته إنه بأوروبا مثلا 50% من الناس ما عم ياخذوا الرعاية، بصرف ما عم ياخذوا الرعاية الصحية الكافية، بصرف نقص عدد الكوادر الطبية مجال الطب النفسي. كمان ذكر مثال ثاني انه هو لما كان بزيمبابوي كان 90% من الناس ما عم يتلقوا العلاج بسبب نقص الكادر الطبي بمجال الطب النفسي. طيب شو الحل يعني اللي قدمه هو؟ يعني نقص هو سواء من اطباء نفسيين او علماء نفس، كان في نقص شديد. فكيف كان شو الحل اللي هو فكر فيه؟ هي فكرة تحويل المهام، انه انا مثلا في بلد فقير ما عندي كوادر، ما عندي كوادر طبية، كيف ممكن انا ساهم بسد هالفجوة من خلال تاسك شيفتينج. تاسك شيفتينج هو بكل بساطة انه نجيب ناس عاديين ما عندهم اهتمام بالطب، ما عندهم يعني اختصاص، ناس عاديين يعني اي عمل، ندربهم من أهلهم لفترة مثلا شهر، أسبوع، سنة، نعطيهم دورات يعني إنه كيف ممكن يتعاملوا مع المريض النفسي مشان يسدوا هالثغرة الكبيرة. طبعا التجارب اللي قام مثلا هون هي إحصائية من منظمة الصحة العالمية تبين إنه حجم الفجوة بين البلدان. مثلا رح نبلش مثلا بلد فقير، رح ناخذ مثلا تلقان، مثلا عدد الأطباء 9 لكل 100,000 شخص، 9 دكاترة لكل 100,000 شخص، بينما مثلا بالولايات المتحدة 230 طبيب لكل 100,000 شخص. فيعني أكيد فرق كبير بين الدول. نفس الشيء عدد الممرضات مثلا هون بغانا 64، الولايات المتحدة 1212. فالفجوة هي من خلال انه تدريب هالناس هذول انه يقوموا بمحل الطبيب النفسي. فطرحوا هي مثلا انه كيف نساوي هالمرحلة، انه الناس المختصين بهالمجال بيقوموا بتعليم ناس اخرين، فالناس انه ما بيكونوا مختصين بعدين يعني تكتمل الدورة كاملة، بحيث انه بالنهاية بيطلع بالاخير انه نحن نخلي الناس هي تعالج ناس اخرى، ناس عاديين بس نأهلهم نعطيهم معرفة كيف يتعاملوا مع المرضى النفسي فبيحلوا لنا المشكلة. هلا كان مطرح عدة أمثلة، مثال الأول كان بأوغندا بأفريقيا، كان إنه نسبة عملوا تجربة إنه على قريتين مختلفتين، بالقرية الأولى كانت استخدموا هالطريقة اللي هي تحويل المهام، فطلعت عندهم نسبة الشفاء 95%، يعني تقريبا نسبة كثير قوية، يعني تقارب ال 100%، بينما بالوسائل التقليدية اللي هي نشافة ورعاية صحية وأطباء وكذا كانت نسبة الشفاء 45%. مثال ثاني كمان هون باكستان 73% إلى 41%. بالهند هو قام فيها بباحث التجربة، كانت بطريقة تحويل المهام تاسك شيفتينج، العلاج الناس اللي شوف فيها كان نسبتها 71%، وبطريقة تقليدية كانت 50%. هي الإحصائيات اللي عرضها يعني بالنهاية إنه طب يعني شو السبب إنه هالشيء أدى إنه الناس يعني ليش هيك صار هالشيء؟
يعني انه ليش صارت نسبه كثير عاليه انه من خلال لما وفرت له للناس انا انه احتكوا مع هالمريض النفسي فانه كيف يعني ليش هالنسبه طلعت عاليه؟ ببساطه هي لان المريض النفسي هو رح يروح عند الدكتور رح يقعد عنده ربع ساعه نص ساعه ساعه عم كتره ينقل له يحكي له مشكلته يقول له يشخص له يعالج له بالاخير بيعطيه دواء بيقول له الله معك خلص ما يعني ما عاد فيها الاحتكاك بيقول له ارجع بعد فتره او شيء. بينما انت اذا دربت الناس اللي حواليه محيطه من اهله جيرانه ناسه اللي حواليه مثلا بهالقريه رفقاته بالعمل لو دربتهم وعطيتهم انه كيف مثلا انتم تتعاملوا مع هالمريض النفسي لانه هو الانسان اكثر شيء رح يتفاعل مع محيطه ما رح يتفاعل مع الدكتور فاكيد رح تاثر تعطي نتائج اقوى. هلا بالاخير نحن مشان نحقق حقيقة التاسك شيفتينج تحويل المهام هو استخدم هي الصندر اللي الكلمة اللي حكيناها كل عنها أول محاضرة إنه أنت لما بدك تدرب الناس الجديد بدك تستخدم خمس طرق لحتى تعلمهم المهارات الجديدة. أول واحدة هي إنه تبسيط الرسالة تكون بسيطة يعني هلا نحن مثل ما ذكر هو إنه الطب صار إنه شيء مغلق وشيء بس مثل إنه قاعدين برج عاجي وما في شيء يعني ما عم يطلعوا على الناس اللي قدامهم او ما عم يعطيهم. نحن هدفنا انه نبسط الرساله وايصالها لاكبر عدد من الناس مشان نحن لان هذا هو غايه طب النفس يعني نوصل لاغلب عدد الناس مشان نحل المشكله اللي عندهم اياها. ثاني واحده هي unpacking the treatment انه العمليات المعقده نحن بنقوم بتجزئة لاجزاء ومساهمه كل مجموعه مثلا ب يعني مساهمة كل مجموعة بإنهاء المهمة هي بعدين بالأخير من نجمع كل هالشغلات ونحطهم بنموذج واحد. ثالثة هي إنه تكون ما تكون بعيدة عن الناس لا بدنا نوفرها لكل الناس فأكيد رح تكون قريبة. رابع اختصار من الكلمة دي إنه تكون متاحة للناس بأسعار مناسبة. خامس واحدة هي انه هذول الناس المختصين العباقرة الكبار انه ما يضلوا قاعدين بالعيالاتهم كذا لا ينزلوا على المجتمع ويشوفوا ويعملوا احصائيات يطلعوا بنتائج فانه انه هالمدربين هالناس المختصين الكثير الكبار روس كبار يعني انه ينزلوا يشوفوا شو المشكلة شو بالنهاية يعني هو ذكر هي كلمة ساندري معناتها جذابة اللي هي انه غاية الطب فعلا يعني انت لما تجرد هالطب من تخليه ينزل يحتك مع الناس خليه يحتك مع الناس يعني بحيث يحقق لهم اكبر قدر انه يتفاعل هالطب يصير انه ضمن البيئة اللي الناس موجودين فيها يعني تمام يعني انه ما يكون يعني انه تماما يعني انه مو والله المريض قاعد هيك ما له علاقه بالطب والله انا هذا جسمي لا بالعكس انا بدي اخليه يشارك ويتفاعل مع مرضه يعني هو المريض هو اللي حياكلها يعني هو المريض حياكلها فانا بحاجه انه درب الناس اللي حواليهم مشان يعني هنا رح هو يعني دائما المريض النفسي هو محاط بالناس هذول فنحن اذا طورناهم وعلمناهم على الامراض النفسيه فاكيد رح يكون نسبه شفائه لهالمريض اسرع ما انه يكون طريقة تقليديه. هلا هو ذكر مثال انه والله هي الشباب تبع منظمه الصحه العالميه اجتمعوا بعام 1970 ورفعوا شعار الصحه للجميع. طيب نحن كيف انه بحلول عام 2000 كمان وصلنا لعام 2000 لقينا الفجوة بالعكس أكبر. طيب شو الحل معناته؟ يعني في مشكلة كان كان في مشكلة يعني بالطرق فهو ذكر عبارة إنه نحن كيف نحن بدنا نأمن الصحة للجميع إذا ما دعمنا الجميع؟ بدنا ندعو الجميع بحيث إنه يصير الطب مو بس لأطباء لا بدنا نساهم بدنا نعطيه للناس العاديين ونخليهم يتفاعلوا مع المرض والمريض هلا هو الباحث هذا عمل مثل حركة من أجل الصحة النفسية العالمية موقع وضع فيه كل تجاربه
الاهداف مثلا كيف ممكن نضمن لها الى تقريبا شيء 65 فرق حول العالم وعدد الناس مش طبيعي شيء عدد الناس اللي فيها شيء 2000 3000 زلمه مختصين الرجال بيساهموا بتقديم العلاجات اذا حدا عنده شكوى او كذا ممكن يراسلون انه هن بدهم يعملوا يقفوا يدا بيد مشان يقلصوا هالحجم الاغراض النفسيه و هلا هون مثل ما ذكر هو انه في عنا كان انه مشان لما نحن نكون بحاله عجز نقص في الكادر الطبي شو مثلا ذكر هو كتابين بالعرض انه where there is no doctor وكمان كتاب ثاني people's health in people's hand انه هالكتابين انه دول بيشرحوا انه كيف انه بالحالات العاديه اذا كان ما في دكتور شو ممكن تساوي مثلا كيف ممكن الناس العاديه يقوموا بمهام ممكن يعني يقوموا بمهام طبيه هن بدل الطبيب فهو قال انه ليش ما انا مثلا ساوي كتاب كمان ساهم في مجال الطب النفسي فالف هذا الكتاب where there is no psychiatrist a mental health care manual عرض هو اذا تلاحظوا هذا الغلاف تبع الكتاب اذا طلعنا عليه بنلاحظ انه كانه كتاب تعلم لغه انجليزي تبع الابتدائي يعني هو هدفه هي هي انه تبسيط سمبل مسج يعني انه بيساعد تكون بسيطه انا صفحت تقريبا قريت كم صفحه منه يعني كان عن هدفه هو ما هو مكتوب بلغه انجليزيه بسيطه ولكن بدون تنازل عن العمق الطبي للمعلومه ترجم لعده لغات من العربيه والهنديه وكمان بنلاحظ كيف مثلا الرسمات الكاريكاتيريه ما ممكن تنسى الحاله هي مثلا عن مرض الوهن الهذيان طبعا هي التجربه باختصار انه تمكين الناس العاديين من خلال توفير لهم من توفير المعلومات والكتب بحيث تاهيلهم انه يقوموا محل الطبيب هذا وبالتالي انه مقلص حجم هالفجوه بالبلدان مثلا الفقيره او الناميه اللي ما عندها الكوادر الطبيه القويه طب احنا حكينا كل هالتجربه بدون وجود الانترنت فكيف ما يكون مثلا الانترنت والطب اثنين موجودين فاكيد رح يكون شيء كبير يعني هي الفقره رح تقدمها جوان سطيف عن طب اثنين وشكرا